السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا بالنسبة للنسخة الجديدة من الكور ديال الكوادريبل على قناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اللي ما شاف الحصص الفايتين يمشي يشوفوا باش يضبط المسائل ديالو. ألوغ راني سالينا في الحصص الفايتين سالينا لي ماتريس ديال الكوادريبل. نورمالمون شفنا أربعة د لي ماتريس، شفنا لا ماتريس امبيدونس اللي عندها بارامتر زيد، ولا ماتريس ادميتونس اللي عندها بارامتر ايغريك، ولا ماتريس هيبريد اللي عندها بارامتر اش، ولا ماتريس ترانسفير اللي عندها البارامتر تي. وشفنا حتى لانفيرس ديال ترانسفير ولا لانفيرس ديال هيبريد. مزيان الو هادو اللي ما فاهموش يشوفوهم باش يضبط المسائل ديالهم. اليوم نشوفوا الاسوسياسيون ديال الكواتريبول، يعني لاسوسياسيون اون سيري. عندنا ثلاثه ديال الاسوسياسيون، نشوفوا اسوسيا سيون اون سيري اون باراليل او اون كاسكاد. صافي الوغ حيت كنقول اون سيري يعني حيت كيكون عندنا بزاف ديال الكواتريبول، دونك حنايا نورمالمون غادي نخدموا في جوج ديال الكواتريبول. اما نورمالمون راه كتنطبق على بزاف ديال الكواتريبول، ديك ثلاثه ولا اربعه اكزاكتومون تقدر تجمعهم. صافي الهدف اكزومبل باش تفهموا الهدف من هذا الكور هذا، كما كنا كنديروا في هذاك في ريزيستونس اكزاكتومون. عندنا واحد ريزيستونس ار1 وعندنا واحد ريزيستونس ار2 اكزاكتومون. الوغ الهدف من هاد التمرين يعني كيكون عندنا جوج ريزيستونس كيعطينا واحد ريزيستونس ايكيفالون. صافي بما ان هادي اون سيري فان ريزيستونس ايكيفالون كتساوي ار1 بلس ار2 اكسيتيرا. صافي دونك هادشي غنشوفو دابا. غنشوفو عندنا اكزومبل بزاف ديال لي كوادريبول، اما دي يكونوا اون سيري غادي نشوفوا الكوادريبول ايكيفالون، كوادريبول ايكيفالون ديالها شحال كتساوي لنا. الا كانوا اون باراليل نشوفوا الكوادريبول ايكيفالون شحال كتساوي، الا كان اون كاسكا نشوفوا الكوادريبول ايكيفالون شحال كتساوي لنا. صافي مزيان غنبداو باول شروط بالنسبه لاسوسياسيون اون سيري. اسوسياسيون اون سيري اول حاجه لي كوادريبول اللي عندك هنايا، هنايا عطانا كيو ان و كيو سيكو، يقدر يعطيك ثلاثة ديال الكيو، يعطيك ربعة خمسة. دونك حنا نخدمو في جوج، راه كيخدمو في إلا عطاك ثلاثة ولا جوج اكسيتيرا ولا ربعة اكزاكتومون. الوغ شو معناها إلا عطاك كيو ان كيو دو، دونك إلا عطاك اون فونكسيون، يعني عطاك بكتابة ديالهم عبارة على ماتريس، ولا كاع كجبدهم عبارة على ماتريس امبيدونس، يعني امبيدونس يعني بارامتر زيد، راه سي سامبلومون تخدم بالزيد. صافي اما الا عطاك هاد كيو ان ولا كيو دو بارامتر اكزومبل ادميتونس، عطاك بارامتر ايكغيك، هنايا خاصك تحولهم للزيد. يعني اول شرط عندنا الا كانت عندنا واحد لي كوادريبول لي اون سيري، اوتوماتيكمون هذوك لي كوادريبول خاصهم يكونوا بدلالات لو بارامتر زيد باش نقدر نحسب الكوادريبول ايكيفالون. دونك هذا هو الشرط الاول. مزيان دابا خاصني نعرف فوقاش يكونوا اون سيري. باش نعرف فوقاش يكونوا اون سيري ندير واحد بيتيت رابيل شفنا بالنسبه لاون سيري، التعريف ديال اون سيري غنديرهم بالنسبه للريزيستونس. مزيان الو شو معايا، عندي واحد الريزيستونس ار1 ها هي. مزيان عندها واحد لا كورون نسميو اي1 بريم، وعندنا لا طونسيون ديالها هي في1 بريم. متفق معايا؟ عندي واحد الريزيستونس معاها ملاصقه معاها هي نسميها ار2. نفس الحاجه اللي يكون عندها واحد لا كورون نسميه انا اي1 سكوند. صافي وعندها واحد لا طونسيون نسميه في سكوند 1. صافي مزيان الهدف من هذا هو انني نعرف ار ايكيفالون، ار ايكيفالون ديال هذا. الوغ حنايا نورمالمون ار ايكيفالون هو هذا هو ار ايكيفالون، يعني عندنا واحد لا كورون هنايا نسميه اي1، واللي عندنا هنايا اي1، وعندنا هنا لا طونسيون ديال هذه هي في ا اللي هنا في ا. سي تري بيان. اجا شنو قلنا اننا باش كنعرفوا انها اون سيري، باش انني نقول انني ار ايكيفالون راه كتساوي ار1 بلس ار2، شتي راه عرفناه. فوقاش كنديروا الا كان اون سيري هاد جوج، فوقاش كيكونوا اون سيري؟ الا كانوا جوج شروط، جوج شروط مهمين. شكون هما الشرط الاول؟ ان هاد لا كورون هذا اللي كيدخلنا هنايا اي1 ما كيتغيرش، راه هو اي1 بريم سكوند هو اللي عندنا في الاصل. يعني الشرط الاول هو ان لا كورون اي1 كيساوي لنا اي1 بريم كيساوي لنا اي سكوند 1. صافي الشرط الثاني ان لا طونسيون ديال هذا كاملين هو المجموع ديال لي طونسيون اللي عندنا. يعني اش يعني ان في1 راه كتساوي في1 بريم بلس في1 سكوند.
سي تري بيان. دونك هادو هما جوج شروط باش كنعرفوها اون سيري سي بيان. دونك غادي نجيو حنايا للرسم ديالنا، غادي نشوفوا الشرط الاول لا كورون ديالنا اي ان، ها هو اللي كيمر، هذا هو هذا اللي بالصق هو اكزاكتومون كي ايكيفالون. بغيت نجمعهم مزيان، عندنا كي 1 كي 2 كي 2 بريم، بغيت نجمعهم بواحد هاد كي هادي بهاد كوادريبول وحده مزيان. هاد كوادريبول وحده راه عندها حتى هي لونتري وعندها السورتي. دونك لو كورون اللي عندنا اي 1 كيدخل هنا وكيخرج هنا، وفي طالعه هنا في 2 هي ديال السورتي طالعه، و اي 2 خارجه و اي 1 داخله من هنا. دونك داكشي اللي شرحنا في الكور بالنسبه كوادريبول مزيان. الوغ عندي انا لو كورون اللي كيدخل هنا اي 1 ها هو دخل هنايا، هذا اللي بالزرق راه ماشي باش تفهموا. دونك هذا بالزرق راه غير ماشي هنايا نديرو غير الرمز ديال كوادريبول، انه كوادريبول وصافي، ماشي شي خيط ولا شي حاجه باش تقول انها متصله هنا، لا هذا راه دونك هذا الخيط ديال بحال هكا. دونك هنا باش ما تقولوش صافي، يعني ان لو كورون اللي عندنا داخل هنا اي 1 ها هو داخل هكا، اشنو غادي يعطيني؟ يعطينا اي 1 بريم. هاي اي 1 عندنا اصليه، شنو عطانا؟ اي 1 بريم. اشنو قلنا على اي 1 بريم بالنسبه لهاد كوادريبول الاول؟ حتى هو راه عنده لونتري ديالو السورتي ديالو، لونتري ديالو هو اي 1 بريم، هو داخل في 1 هو طالع، و اي 1 بريم 1 هو خارج. دونك خارج هو خارج 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 وماشي وماشي وماشي، هو اكزاكتومون اي 1 سكوند، هو اكزاكتومون اي 1 سكوند صافي. يعني الشرط الاول تحقق لينا مزيان، غنمشيو للشرط الثاني. الشرط الثاني نشوف واش لا طونسيون متساويه ولا. دونك عندنا في ان، ها هي شنو كتساوي لنا في ان؟ كتساوي لنا لا طونسيون، ها هي في ان بريم ديال هذا بلس في ان سكوند ديال. اما هنا راه عندنا الخوا صافي، عندنا هذا اشنو عندنا من هنا لهنا؟ ها انت شوف، من هنا لهنا عندنا في ان سكوند، من هنا لهنا عندنا في ان بريم، من هنا لهنا شنو عندنا؟ عندنا واحد السلك. اشنو كيساوي في هنايا؟ في كتساوي لنا زيرو في هاد الحاله هادي صافي. يعني ان في ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد الزيرو هادي زائد هادي زائد هادي. يعني ان في ان كتساوي لنا في ان بريم زائد في ان سكوند مزيان. هذا هو الشرط الثاني. دونك واش تحققوا جوج شروط ديال اون سيري؟ وي تحققوا. دونك هادي كما كنشوفوا بالرسم ديالنا كنعرفوا ان دونك البروف كيما عطاني الرسم صافي، انا غادي نعرف واش اون سيري ولا اون باغالي واش نشرحو. دابا فهمنا كيفاش اون سيري، يعني كنتحقق انا من جوج شروط. تحققوا دونك هذا راه اون سيري صافي. الا كان اون سيري اوتوماتيكمون اشنو كندير؟ كنشوف لا ماتريس ديال هاد كيو 1 صافي، غتعطينا اكزومبل لا ماتريس ديال كيو 1 نسميوها زد 11 نسميوها بريم زد 12 بريم زد 21 بريم وزد 22 بريم، ياك هادي هي كي كي 1 غادي نزيدها على هاد كي سكوند، ها هي زائد كي سكوند، يعني زد 11 دو سكوند زائد عفوا زد 12 دو بريم، ماشي غادي نديمونطريو 21 دو بريم 22 بريم، وهادي تعطينا اكزاكتومون زد اللي بغينا ديال هادي كامل ديال هاد اللي بالزرق، ها هي. دونك هي اكزاكتومون حيت كنقولو لا ماتريس الجامع ديالنا راه ساهل، هي هادي زائد هادي وهادي زائد هادي وهادي زائد هادي اكسيتيرا. دونك يعني ان الزد اللي عندنا شنو غتساوي لنا؟ تساوي لنا زد 11 بريم زائد زد 11 دو بريم، وعندنا هنا زد 12 بريم زائد زد 12 دو بريم، ونفس الحاجه 21 بريم زائد 21 دو بريم، وزد 22 بريم ولا زد 22 دو بريم، وهذا هي لا ماتريس ايكيفالون ديال هذا. عطانا 3 غادي يكونوا 3 زيد 3 3 3، عطانا 4 اكزاكتومون كتمشي ماشي غير في جوج ديال لي كوادريبول، تقدر تمشي في 3 في 4 في 5 اكسيتيرا مزيان. الوغ دابا نحاولوا نديمونطريو على انه هاد الزيد ايكيفالون ديال هادي راه هي اكزاكتومون المجموع كيما حطيناهم هنا، انه لا سوم ديال هاد لا بارامتر زيد صافي. هادشي اللي غادي نديمونطريو دابا. الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ نمحيو نبداو شو معايا. الوغ غادي نبداو بالمعطيات اللي عندي. قلنا ا نكتب البروف، قلنا ا اشنو عندي؟ عندي ان اي ان، هاهي اي ان راه كتساوي لنا اكزاكتومون اي ان بريم، راه كتساوي لنا اي سكوند ان صافي على حساب الرسم اللي عطانا هنايا.
اي اشنو عطانا عاوتاني ان في ان راه اكزاكتومون هي في ان بريم زائد في دو بريم صافي في دو بريم في ان وي وي في ان بريم زائد في دو بريم مزيان عفوا في ان لا في ان بريم زائد في ان سكوند هادي زائد هادي اي سا سا اي في وحيت نعاود ثاني ان اي 2 ها هي اي 2 المره هنا هي اي 2 بريم كتساوي لنا اي 2 بريم وكتساوي لنا اكزاكتومون اي 2 سكوند يعني هي اللي خارجه لنا هنايا وهي اللي داخله هنا دونك يعني الا زينا حطينا يدينا ما كيتهزش يعني ان الكورون كيدوز في سامبلومون يعني متساوي اي نفس الحاجه بالنسبه هذا بالنسبه لونتري وبالنسبه للصوتي ان في 2 كتساوي لنا في 2 بريم زائد في 2 سكوند لان هي في 2 كتساوي هذه زائد هذه سي تري بيان دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا اشنو بغيت انايا نزيد المعطيات نزيدو عندنا ان لا ماتريس هادو قلنا ان كيو بريم وكيو سكوند غادي نديرهم بالباراميتر سي الو اوتوماتيك الباراميتر سي راه قلنا لكم باش نجبدو ليكواسيون ديالنا دائما كنعتبرو بحال لا دو اون شكون هو لا دو اون هو ان في كتساوي لنا زد فاش في اي اوتوماتيك مورا في من هاد الجهات و اي اف من هاد الجهات حيت كنقولو في من هاد الجهات يعني ان كيو بريم غادي يعطينا المعادله التاليه يعني في ان بريم و في دو بريم ها هما صافي كنهضر على الكوادريبول الاول ها هو في ان بريم و في دو بريم في دو اونتري و دو سورتي ها هما لي كونفيسيون ديال زد حداش بريم فاش في اي اي بريم دونك كنديرو ديك اي كبيره باش صافي اي بريم 1 زائد زد 12 بريم في اي 2 بريم صافي ونفس الحاجه بالنسبه لهادي زد 21 دونك هادشي راه شفناه في الحصه ديال لي امبيدونس اللي ما شافهاش امبيدونس وي زد لا باراميتر زد بريم على اي 1 بريم زائد زد 22 بريم فوا اي 2 بريم هذه بالنسبه لكو كو بريم الوغ بالنسبه لكو سكوند سميتها كو سكوند هذه دونك غتعطينا نفس الحاجه نفس الحاجه حتى هي نكتبوها على شكل في ان غير هنايا غادي يكون عندنا كو بداله السكوند يعني غادي يكون سكوند هنايا و في دو سكوند سامبلومون نفس الحاجه هنايا يعني زيد 11 غتكون سكوند في اي ان سكوند زائد زد 12 سكوند فوا اي 2 سكوند اكسيتيرا وهنا زد 21 سكوند هنايا اي 1 دو بريم وهنا زائد زد 22 دو بريم وهنايا اي 2 دو بريم صافي سي تري بيان دونك عندنا هادو هما المعطيات اللي عندي عندي هادي وعندي هادي دونك انا الهدف ديالي هو نلقى اش نلقى نمط يعني ليكواسيون ديال اش ديال كيو ها هي كيو ليكواسيون دو كيو شكون هي هي في ها هي في ان و في دو ها هي في ان و في دو ديالنا ها هي شنو كتساوي لنا في ان حسب الكو فانها كتساوي زد 11 لي بغيت نلقاها انا زد 11 في اي 1 زائد زد 12 في اي 2 ونفس الحاجه هنا زد 21 اي 1 بلس زد 22 اي 2 سي تري بيان اول حاجه شنو عندي عندي ان ركز معايا ان في 1 شنو كتساوي لنا في 1 كتساوي لنا في 1 بريم بلس في 1 سكوند صافي يعني خلي هذه من بعد نرجعوا لها قلنا ان في 1 كتساوي لنا في 1 بريم بلس في 1 سكوند متفق معايا مزيان في 1 بريم ها هي في 1 بريم شنو كتساوي لنا كتساوي لنا زد 11 بريم في اي 1 بريم زائد زد 12 بريم في اي 2 بريم صافي حنا كاع ولا حنا باش ما نطولوش راه باين ها نتوما اي 1 كيساوي لنا اي 1 بريم كيساوي لنا اي 1 سكوند يعني هذه نقدر انا نروبلاسيها في اي 1 صافي ها هي
وهاد اي 1 بلاصيها باي 2 صافي نفس الحاجه بالنا هنا لانها متساويه مع اي 1 هذه راه متساويه مع اي 2 هذه راه متساويه مع اي 1 وهذه متساويه مع اي 2 باش ما نطولوش في الكود هذه متساويه مع اي 1 وهذه متساويه مع اي 2 صافي صافي متفق معايا هذه مع هذه مزيان دونك نجي دابا نطبقها يعني غادي ندير هذا زائد هذا مزيان نجي اوتوماتيكمون اشنو عندي عندي بغيت نزيد هذا مع هذا صافي في 1 بريم مع في 1 دو بريم مزيان يعني ندير هذه زائد هذا عندهم نفس اي 1 اي 1 نعمل بهم يعني شنو غادي يعطينا غادي يعطينا اكزاكتومون زد زد 11 بريم زائد زد 11 دو بريم هادشي عامل على اش على اي 1 مزيان لا ميم شوز هنا هادي زائد هادي عندهم اي 2 اي 2 نعمل بها زائد زد 12 بريم زائد زد 12 دو بريم نفس الحاجه ها هي اي 2 حنا جبدنا في 1 شنو كتساوي لنا مزيان نمشيو دابا في 2 نفس لا تكنيك في 1 بريم زائد عفوا في 2 بريم زائد في 2 سكوند ملي جبنا هادي من هنايا مزيان شنو كتساوي نفس الحاجه هذا زائد هذا عندهم اي 1 اي 1 دونك غادي نعمل باي 1 اي 1 تبقى لي زد زد 21 بريم زائد زد 21 دو بريم فاش في اي 1 مزيان زائد نفس الحاجه زد 22 بريم عفوا زائد زد 22 دو بريم اشنو عندنا هنايا اي 2 مزيان الوغ شنو كنلاحظ مقارنه مع هذا المعادله ومع هذا المعادله في 1 في 1 مزيان اي 1 اي 1 يعني اش يعني ان هذه هي زد 11 هي هذه لان كتبناها بنفس الكتابه ديال هذه ليكواسيون هذه هذه اوتوماتيكمون كنسنتجو ان زد 11 شحال هي زد 11 هي اكزاكتومون زد 11 بريم زائد زد 11 دو بريم اي زد 12 هي اكزاكتومون زد 12 بريم زائد زد 12 دو بريم اي زد 21 هي اكزاكتومون زد 21 بريم زائد زد 21 دو بريم اي اكزاكتومون اخر حاجه زد 22 هي اكزاكتومون زد 22 بريم زائد زد 22 دو بريم اش نستنتجنا من هنا يعني انه زد 11 كتساوي لا صوم ديال دو ماتريس هذا كي امبليك ان الزد ديالنا شنو كتساوي هي المجموع ديال زد بريم زائد زد دو بريم دونك هادشي اللي عندنا هنايا دونك حنايا حنا درنا لا ديمونستراسيون ديال الاسوسياسيون اون سيري الوغ نعاودو من الاول شنو قلنا اهم حاجه هو نعرف لا شيما ديالي واش اون سيري ولا اون باراليل ولا اون كاسكاد مزيان الوغ شرحنا كيفاش كتكون اون سيري مزيان انت لقيتي اون سيري ثاني حاجه شنو كدير كتشد ديك الكوادريبول كامل كديرو في باراميتر زد عندك ماشي تخدم في باراميتر غري ولا عطاك البروف باراميتر كتحولها للزد صافي هادشي خدام في الزد اون سيري زد باراميتر زد صافي يعني لو امبيدونس صافي مزيان كتحول لو امبيدونس من بعد كتجمع دونك لا ماتريس كتجمعهم الا جمعتي ثلاثه ديال الماتريس راه ساهله اربعه ديال الماتريس راه ساهلين صافي سي سامبلومون هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي الاولى نشوفو دابا بالنسبة للباغ باغالي الو الو نحيو هادشي الو نعرفو بعدا كيما العادة بالاون باغاميتر حيت كنقولو اون باغالي عفوا الو حيت كنقولو اون باغالي ماشي متوازيين صافي اي حاجة متوازية كنقولو اون باغالي لا خصو يكونو شروط عندك جوج شروط الو نفس الحاجه هما البارامتر هنايا وعندنا هذا واحد ريزيستونس هاد دو ريزيستونس مزيان على فوقاش هادوك اون بارلي الا كان اول حاجه الفوق الاول ديالو محصور ما بين نو يعني بيناتهم نو وهنايا بيناتهم نو يعني بيناتهم بجوج نو الفوق ونو التحت صافي مزيان هادي هي اول حاجه دونك حيت كنقول نو الفوق ونو التحت يعني لا كورون الاصليه دونك هادي هي اكزاكتومون R إيكيفالونس اللي بغينا يعني لا كورون عندنا هو إي صافي وهذا هو لا طونسيون يعني هاد إي هادي اللي عندي هنايا ها هي إي أشنو هادي دايرة تفرق غتولي عندنا إي أن نقولو هنا إي أن وهادي إي أن بخيم وهادي هي إي أن سكوند يعني أول حاجة في أون باراليل لا كورون ديالنا شنو كيوقعلو كيتفرق كيولي عبارة على إي أن
بلس اي 2 عكس ديال لي سيري. سي تري بيان صافي مزيان. ثاني حاجه عندي انا لا طونسيون هنايا سميتها في 1 ياك بريم، وهذه هي لا طونسيون في 1 سكوند. هذه راه كتساوي هذه مزيان، وهي اكزاكتومون في ايكيفالون اللي عندي مزيان. يعني الشرط الثاني ان في 1 راه هي اكزاكتومون في 1 بريم، هي اكزاكتومون في 1 سكوند. يعني الا تحقوا هاد جوج شروط كنعرف انه اكزاكتومون عندنا عباره على اش، على واحد اون بارا اون بارا صافي. يعني عباره على سيري على على هذوك لي كوادريبول اللي عندي راه اون بارا. دونك نجيو شو غرافيكمون نشوفوا هادشي واش محقق ولا ما محققش مزيان. الوغ شنو عندي هنايا؟ ها هو دي دونك الكوادريبول هو اللي بالزرق، كوادريبول ايكيفالون اللي بغينا هو اللي هاد باللون الزرق. ها هو ها هو عنده لاكورون ديالو، ها هي كتمر هنايا. دونك راه تسمحات نسميها اي ان، وهذا هو لا طونسيون ديالو نسميه في ان، وهذا هو اي ان كيخرج صافي. هذا هو هاد لونطري وهذا هو هاد الصوتي باينه مزيان. غنمشيو لهاد الاي ان هو الاول. ها هو اي ان، اي ان من هاد اي ان شو كيدير؟ كيدخل هنايا. اش كيوقع هنايا؟ كتوقع واحد النو، كاين واحد النو هنايا. اشنو كيوقع في هاد النو؟ كيتفرق، هذا كيتفرق دو كورون. لا كورون الاول هو اي ان بريم، ها هو اي ان بريم بلس لا كورون الثاني اللي تفرق منه وهبط هو اي اي ان سكون دو بريم صافي. ها هو الشرط الاول تحقق لينا. نشوفوا الشرط الثاني ديال اش ديال في ان. ها هي في ان. هنايا شنو عندي؟ عندي في ان شنو كتساوي لنا؟ الا جينا نشوفو هنايا هاد لا طونسيون اللي عندي هنايا راه هي هادي. ها هي في ان، هي في ان بريم، هي في ان بريم صافي. ونقدرو نشوفو في هاد الرسم هذا انت في ان راه هي اكزاكتومون في ان. دونك هاد جوج راه هما نفس الرسم صافي. كتبتوكم بجوج باش الا على حساب البروف ديالكم نقدر كتبتوكم هذا وكتبتوكم راه نفس السيركوي صافي، غير الشكل ديالو مختلف وصافي مزيان. في ان كتساوي في ان بري. وهاو تاني هانت في ان راه هي اكزاكتومون، هي اكزاكتومون في دو سكوند. ها هي في ان، عفوا في ان سكوند، هي في ان سكوند. سي تخي بيان. ونفس الحاجة بالنسبة للسورتي، حتى بالنسبة للسورتي ان اي دو اللي عندي هنايا ها هو اي دو. اشنو كيوقع له؟ كيدخل يعني ها واحد النو هنايا كيتفرق لجوج، يعني كيولي اي دو بريم زائد اي سكوند. ونفس الحاجة بالنسبة لفي دو كتساوي لنا في دو بريم كتساوي لنا في دو سكوند صافي. يعني في دو هي هي هادي، هي في دو بريم، وهادي راه هي لاطونسيون اللي عندنا هنايا، يعني متساوي. سي تخي بيان. الوغ هادي باش كنعرف انا راها اون باراليل. اجي دابا نطبقوها بالنسبة للكوادريبول. الوغ شوف معايا مزيان اشنو قلنا. قلنا الا كان عندنا اون باراليل اشنو كنخدمو هنا؟ البارامتر، البارامتر ايكغيك. يعني غادي نخدم ادميتونس، يعني اوتوماتيكمون انت لقيتي عندك واحد جوج ديال الكوادريبول ولا ثلاثه ديال الكوادريبول ولا اربعه لقيتيهم كاملين راهم اون باراليل، اوتوماتيكمون ديك كيو هاد كيو بريم كيو سكوند اكسيتيرا تحولهم لا ماتريس اشنو؟ ادميتونس. واخا يكون عندك هنا عفوا بارامتر ادميتونس، وي ادميتونس، واخا يعطيك امبيدونس، امبيدونس يعني يعطيك بارامتر زيد تحولهم لإيكغيك مزيان. الوغ من بعد ما حولتيهم هذا كتجمع صافي، كدير هذا زائد هاد الماتريس زائد هاد الماتريس سامبلومون. غادي نديرو دابا لا ديمونستراسيون ديال الكور ديالنا، يعني النتيجة ديالنا. الوغ نحيو هادشي ونكملو. نتمنى راكم فهمتو هاد البارتي هادا. الوغ نفس لا تكنيك هانتوما، شوف معايا. الوغ قلنا ا دائما، قلنا ا شنو عندنا؟ عندنا ان اي ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اي ان بريم زائد اي ان دو سكوند. هنا في الكور شي مرة كندير الكارون تلعب اي دو، راه هادي راه هي اي نيسك صافي، صغيرة كبيرة صافي باش مات على حساب الكور صافي. هنا ديك ديك هاد النقطة هاديك شي مرة كتخلط مع بريم، داكشي علاش حاولت انني نكتبها كبيرة بحال هكا. دونك اي ان اي عندي ان اي دو شحال كتساوي لنا؟ اي دو قلنا كاين واحد النو كتفرقهم، يعني ان تساوي لنا اي دو بريم زائد اي دو سكوند. سي بيان.
الوغ عندنا بالنسبة للطونسيون عندنا في في ان شنو كتساوي لنا هي في ان بريم هي اكزاكتومون في ان سكوند اي عندنا في في دو عفوا في دو هي اكزاكتومون في دو بريم اكزاكتومون في دو سكوند دونك هادو هما المعطى اللي عندنا وشنو اخر عندنا عندنا الكوادريبول هادي وهادي عندنا الكتابة ديالهم نكتبوهم ليكواسيون ديالنا بالنسبة لكيو ها هي بالنسبة لكيو ان ماشي كيو ان كيو بريم سميناها ياك كو بريم وي الوغ شنو قلنا ركز معايا قلنا انه بالنسبه للباراميتر زيد عباره على اش على غلوه دو اون مزيان وشنو قلنا اكريك عباره على اش مقلوب ديال زيد سي تري بيان يعني ان زيد شحال كيساوي لنا ان سور اكريك يعني الا كتبنا هنايا يعني غتعطينا ان سور اكريك في اي هاد اكريك الا جبناها لهنايا غتعطينا في في y كتساوي لنا اي يعني الكتابه اللي عندنا هي اي y في v يعني هنا هي تكون عندنا اي في هذا الطرف وفي ات في الطرف الاخر دونك هذه هي لا تكنيك قلت لكم باش تبقاو عاقلين عليها يعني تكون عندنا اي ان هنايا سمينا كيو ان ياك يعني ندخلو اي ان هو لونتري اي ان بريم و السورتي هو اي دو بري كنهضروا على هاد كيو ها هو اي دو بري اي دو بري مزيان اي ان بريم كيعطينا ايكغيك 11 بريم في في ان بريم زائد ايكغيك 12 بريم في في دو بريم لان بدالة في مزيان لتحت نفس الحاجة ايكغيك 21 بريم في في ان بريم زائد ايكغيك 22 بريم في في دو بريم مزيان نمشيو عاود تاني لو كيو سكون نفس لا تكنيك غادي يكون عندنا اي ان اي ان سكوند وهنا اي دو سكوند دو بريم هاهي هاهي اي ان دو بريم اون دونتري وهذا هو سورتي اي دو دو بريم مزيان غتكون ايكغيك 11 دو بريم في في ان دو بريم زائد ايكغيك 12 دو بريم في في دو دو بريم ايكغيك 21 دو بريم في في ان دو بريم زائد ايكغيك 22 دو بريم في في دو دو بريم الو باش ما نطولوش شي سامبلومون عندنا في ان هي في ان بريم هي في ان وعندنا في دو بريم هي في دو يعني هاد في ان هاد في ان بريم راه انتم حولها يعني هاد في ان بريم هنا حيدنا صافي لان في ان كتساوي لنا في ان بريم نفس الحاجه بالنسبه لنا في ان دو سكوند راه هي في ان ها هي في ان دو سكوند راه هي كتساوي لنا في ان ها هي ونفس الحاجه هنا في دو دو سكوند هي في دو ها هي دونك نحيدوهم غير باش ما نطولش في الكور وصافي سي تري بيان الوغ دابا نمحيو ونكملو الكور ديالنا دونك الهدف ديالنا هو نجبدو كيو ا كيو ايكيفون يعني نجبد اي ان و اي دو اللي كتساوي لنا اش زد عفوا اش من زد ايكغيك ايكغيك 11 في في ان زائد ايكغيك 12 في في دو وهنا ايكغيك 21 في في ان زائد ايكغيك 22 في في دو سي تري بيان الوغ شنو عندي انا عندي انا اول حاجه اون ا عندي ان اي ان شحال كتساوي لنا هي اي ان بريم بلس اي ان دو بريم اي ان بريم في راه ها هي هي ايكغيك 11 بريم في في ان زائد ايكغيك 12 بريم في في دو زائد اي ان سكوند ها هي ايكغيك 11 دو بريم في ان زائد ايكغيك 22 دو بريم في دو سي تري بيان اشنو عندنا عندنا في ان مع في عامل مشترك يعني هذه زائد هذه اوتوماتيكمون راه اي ان شحال كتساوي لنا نديرو بحال هكا ايكغيك 11 بريم زائد ايكغيك 11 دو بريم في في زائد في دو عندنا عامل مشترك يعني ايكغيك 12 بريم زائد ايكغيك 12 دو بريم هي في دو سي تري بيان لا ميم شوز حنا دابا جبدنا اي هاي نقارنوها مع هادي وغادي نسنتجو نمشيو دابا للثانيه اي دو نفس الحاجة اللي درنا اي دو هي اي دو بريم زائد اي دو دو بريم
مزيان. الو اي دو بريم في راه هايه هي ايغريك 21 بريم في 1 زائد ايغريك 22 بريم في 2 زائد ايغريك 21 دو بريم في 1 زائد ايغريك 22 دو بريم في 2 مزيان. في 1 مع في 1 عامل مشترك، يعني ان اي 2 اشنو كتساوي لنا ايغريك 21 بريم زائد ايغريك 21 دو بريم فاش في 1 زائد ايغريك 22 دو بريم بريم عفوا زائد ايغريك 22 دو بريم كتساوي لنا في 2. مزيان شدو هذه عاوتاني حتى هي وغادي نقارنوها مع من مع هاد ليكواسيون هاد. دونك اوتوماتيكمون غادي نستنتجو ان ايغريك 11 ما هي الا ايغريك 11 هي اللي مضروبه في في 1. ايغريك 11 هي مضروبه في في 1 هي ايغريك 11 بريم زائد ايغريك 11 دو بريم اي ايغريك 12 لا ميم شوز هي ايغريك 12 بريم زائد ايغريك 12 دو بريم و ايغريك 21 هي ايغريك 21 بريم زائد ايغريك 21 دو بريم ولا ديغنيغ ان ايغريك 22 هي ايغريك 22 بريم زائد ايغريك 22 دو بريم. اشنو كنستجو من هادو؟ كنستجو ان ايغريك ديالنا هي اكزاكتومون ايغريك بريم زائد ايغريك سكوند. دونك حنا درنا لا ديمونستراسيون ديالنا. دونك نتوما شي سامبلومون شي حاجه بسيطه، دونك هادشي غير الكورو صافي باش نديمونطريو باش اننا نكونو فاهمين شنو كنديرو من جد لافولاسيون صافي. دونك نتايا لقيتي السيركوي ديالك عباره على بزاف ديال لي كوادريبول، وهاد لي كوادريبول راهم اون سيري اوتوماتيكمون ديك لي كوادريبول كتكتبهم على شكل لا ماتريس دو باراميتر زيد صافي. ومن بعد كتجمعهم كدير هذا زائد هذا زائد هذا وجمعهم وتعطيك الايكيفالون ديالو، حيت هو ديكوك حدد ليا الباراميتر زيد ايكيفالون ديال هاد السيركوي ديالك يعني كامل مزيان. نفس الحاجه بالنسبه لاون باغالي، كانوا عندك بزاف ماشي نورمالمون يجوز يكونوا عندك ثلاثة ولا أربعة، المهم انهم يكونوا كاملين اون باغالي. راه شفنا الشروط ديال اون باغالي. من بعد انك كتحولهم كاملين لاش للباراميتر ايكريك ياك الادميتونس. من بعد ما تحولهم انهم الباراميتر ادميتونس كتجمعهم هادي صافي. غير المهم انك ما تخربقش ماشي تكون اون سيريو وتكتبهم على شكل باراميتر ايكريك ولا اش ولا تي وتجمعهم، راه خطا. خاصو يكونوا ضروري بزاف باش تجمعهم في اون سيري، وضروري خاصو يكونوا ايكريك في اون باغالي باش تجمعهم صافي. هذا هو اهم حاجه. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي، نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور بالنسبه لكوادريبول.